الوطن الغالي. سيدي خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تفضلتم سيدي بتخريج هذه الكوكبة من صقور القوات الجوية الملكية السعودية، تنتهز قيادة القوات الجوية الملكية السعودية هذه الفرصة الغالية على جميع منسوبيها بأن تضفي علينا سيدي شرف الإعلان عن تدشين منظومة طائرات F-15SA، وهي الأحدث انضماماً في القوات الجوية الملكية السعودية. تتفضلون سيدي بالضغط على شعار القوات الجوية. جنبك سلاح. السلام السعودية واحدة تغيرتها لشركة بوينغ طبعاً الآن هذا موجود بما فيها الفنيين السعوديين العسكريين والفنيين السعوديين لشركة السلام. يا سيدي، ها هم فنيو القوات الجوية الملكية السعودية وطاقم شركة السلام للطائرات السعوديين، والذين تدربوا على صيانة وتشغيل الطائرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تماشياً وتحقيقاً لبرنامج تطوير وزارة الدفاع ورؤية المملكة 2030. قامت المملكة في مطلع عام 2011 بعد صدور التوجيهات الرشيدة بالتعاقد مع شركة بوينغ الرائدة في تصنيع الطائرات من أجل تصنيع طائرة الـ F-15SA التي استغرق العمل عليها 5 سنوات، وأشرف على تطويرها وتصنيعها 150 مهندسا مختصا، وحيث تسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى تحقيق أهداف استراتيجية عبر توطين صناعة التقنيات في صناعة الطيران والذخائر والبرمجيات، حيث تم تصنيع أجزاء من طائرات F-15SA عام 2016 بالتعاون بين شركة بوينغ وشركات التوازن الاقتصادية السعودية المتمثلة في شركة السلام للطائرات وشركة الإلكترونيات المتقدمة، حيث ساهمت هذه الشركات بصناعة بعض أنظمة وأجهزة الـ F-15SA، وذلك للوصول بالمملكة لمرحلة الاستقلالية والاكتفاء الذاتي ولتنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.
هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.